السلام عليكم، نكمل الآن في السكتش الثاني اللي مطلوب منا، اللي هو اللي شايفينه هون. زي ما انت شايفين هذا سكتش بالأغلب هو في دوائر وفي أقواس أركس. طيب راح أبلش فيه. الأوريجين راح أحطه هنا، أرسم هذول الدائرتين، هذول الدائرتين، وبعد هيك راح أكمل أضيف بقية الأشياء. طيب خليني أبدأ الآن، و راح أروح على سوليد ووركس زي ما نعمل كل مرة، نيو، هاي بارت، وهاي أوكي. هلأ بختار البلين اللي أرسم عليه السكتش، فهاي راح أختار الفرونت بلين وأضغط سكتش. الآن دخلنا على سكتشر. طيب هسه خليني أبلش أحط الدوائر اللي موجودة عندي. فهنا راح أبلش من الأوريجن، هاي الدائرة الأولانية وهاي الدائرة الثانية. طيب راح أمشي هيك بشكل أفقي، لاحظوا كيف ماشي بشكل أفقي، مبين معاي هذا المربع اللي فيه الخط الأفقي، يعني أنا ماشي بشكل أفقي على نفس الليفل تبع هاي النقطة اللي أنا شايفها. طيب راح أساوي كليك هنا، هاي راح أحط السنتر تبع الدائرة الأولى، وعلى نفس السنتر أحط الدائرة الثانية. طيب بعد ما حطيت هذه الدوائر خليني أحط شوية دايمنشنز وبعد هيك بكمل. هاي اخترت سمارت دايمنشنز، بدي ابلش احط الديامترز تبعت الدوائر. هذه الدائره الديامتر تبعها 30، الدائره الثانيه هاي الديامتر تبعها معطيني 60. طيب بالنسبه لهاي الدائره الديامتر تبعها معطيني انه 20 مليمتر بطبيعه الحال، وهذه الدائره الديامتر تبعها 42. هسا هذول الدائرتين زي ما انتم شايفين صاروا بالاسود عشان انا حطيت السنتر تبعهم على الاوريجن. هون انا فعليا ما حطيت السنتر تبع الاوريجن. اوكي، ولاحظوا انه برضه هي قاعده بتتحرك عمودي، يعني انه الريليشن اللي انا كانت باينه معي ما اخذها. طيب هسا فعليا انا بحتاج اساوي شغلتين. انا اول اشي بدي احط المسافه من السنتر للسنتر زي ما هو معطيني اياها في سكتش، المسافه الافقيه 105. وبرضه هذا مش راح يكون كافي، خلينا نشوف. فعلى سبيل المثال هاي حطيت هنا كليك، هنا كليك، نزلت لهنا، وهي حطيت هاي المسافة 105. طيب هاي حرك لي اياها بس ما تحولوا للون الأسود. ليش؟ عشان لساتهم بتحركوا فوق تحت. اوكي زي ما انتم، اوكي دقيقة شوي خليني امسك السنتر. زي ما انتم شايفين هاي بتحرك فوق وتحت. طيب فهنا انا بدي اجيبه على نفس الهوريزونتال ليفل تبع الاوريجن. فببساطة هاي باجي هنا بساوي كليك على السنتر بوينت اللي هنا، كنترول، وبساوي كليك على الاوريجن، وهنا باجي بختار الريليشن اللي هي هوريزونتال. فهيك حط لي هذول الثنتين على نفس الهوريزونتال ليفل، فهيك هاي صارت الدوائر الثنتين باللون الاسود. طيب هسه خليني اكمل. في عنا هذا الجزء اللي هنا راح احطه كمربع، وبعدين الغي الاجزاء الزياده، وبعد هيك راح اضيف هذول التو تانجنت اركس اللي فوق واللي تحت. طيب خليني احط المربع هنا، فهي راح اختار سكوير. لاحظ انه في عندي اكثر من نوع انواع سكويرز، راح اختار هذا النوع اللي هو، او يعني هذه ريكتانجلز. الريكتانجل بقدر اسوي ريكتانجل او سكوير. طيب فراح اختار سنتر ريكتانجل، وراح اجي احط السنتر بوينت تبعتي هون. لاحظ انه معطيني اياها كونسيدنت مع الاوريجن، يعني السنتر تبع هذا الريكتانجل راح يكون كونسيدنت مع الاوريجن. طيب هاي تحركت زي هيك، هاي حطيت هذا الريكتانجل، وهاي ضغط اسكيب عشان اوقف الكوماند. طيب هسه بطبيعة الحال هون في عندي اجزاء لازم الغيها. كيف ممكن الغيها؟ مثلا هذا الخط ببساطة ممكن اختاره واضغط ديليت، بينما هذا الخط لو جيت اخترته وضغط ديليت راح يلغي لي الخط كامل. انا ما بدي الغي الخط كامل، انا بدي الغي جزء منه، وبرضه بدي الغي جزء من الدائره اللي هو الجزء اللي هون. ففي هاي الحاله في عندنا كوماند اسمه trim entities، فهاي بختار trim entities هون. هسه ببساطه باجي بضغط الليفت ماوس بتون وبتحرك فوق اي شيء بدي الغيه. هاي وانا ضاغط الليفت ماوس بتن، لاحظوا انه هاي الخطوط المتقطعه اللي احنا شايفينها هي مجرد كونستراكشن انتيتيز، يعني مش مهمه، بقدر اخليها بقدر الغيها ما في مشكله. كمان مره بضغط الليفت ماوس بتن وانا ضاغطه بتحرك، فهيك بلغي لي اي شيء بمر فوقه، بشرط
انه يكون متقاطع مع اشي ثاني، فبلغي لي اياها لحد نقطة التقاطع. طيب خليني الغي هنا، وهاي الغي هنا برضو هذا الجزء، والغي هذولا برضو انا مش محتاجهم. طيب هاي هيك صار عندي الشكل مزبوط، بس بظل علي اضيف له الدايمنشنز اللي معطيني اياها في الرسمة. الدايمنشنز اللي معطيني اياها في الرسمة انه المسافة من السنتر لحد هنا، هاي المسافة العمودية معطيني اياها انها 18، هاي حطيتها المسافة 18. والشغلة الثانية اللي معطيني اياها اللي هي المسافة من هنا لهنا، اللي هي طول هذا الخط فعليا، او اللي هي 8. طيب هاي 8 انتر. طيب هسه حط لي اياها 8، بس يعني لاحظ انه لساته بالازرق. ليش لساته بالازرق؟ عشان فعليا انا ما حددت انه هذا موجود على السنتر فعليا، يعني لغيت هاي الاجزاء، فلازم احركه بحيث اني اضمن انه يجي في المنتصف. كيف ممكن اساوي هاي العملية؟ ممكن اساويها باكثر من طريقة. انا هون خليني استخدم شغلة سهلة، بدي اضيف دايمنشن، فراح احكي انه المسافة من هذا الخط لحد هذه النقطة، المسافة العمودية راح احطها 4، وهيك جاب لي اياه فوق السنتر، وهيك صار صحيح. طيب هسا خليني اكمل الشكل اللي عندي. زي ما انتم شايفين بظل علي هذول 2 arcs، هذا الراديوس تبعه 115 وهذا الراديوس تبعه 60. ولاحظ هنا بدنا نفهم انه هذا الارك تانجنت مع هاي الدائره، تانجنت مع هاي الدائره، برضه هنا تانجنت، هنا تانجنت. اوكي، يعني لاحظ هو مش محدد لي اللوكيشن تبع السنتر تبع هذا الارك ولا اللوكيشن تبع السنتر تبع هذا الارك. ليش؟ عشان انه تانجنت، فيعني التانجنت ريليشن او تانجنت كونسترين كافي انه تحدد اللوكيشن تبع هذا الارك بشكل صحيح. طيب خليني ارسم هذول تو تانجنت اركس. عشان اضيف هذول الاركس راح اختار الكوماند اللي هنا، فلاحظ عندي اكثر من نوع من انواع الاركس، في عندي سنتر بوينت، في عندي تانجنت بهالطريقه، بس يعني تانجنت هذا اللي هو بدك تبلش على نهايه خط. خليني اخذ هذا اللي هو 3 بوينت ارك، اسهل شيء اشتغل عليه. طيب راح اساوي كليك على محيط هاي الدائره، هاي النقطه الاولى، وكليك على محيط هذه الدائره، هاي نقطه ثانيه، وهاي كليك زي هيك. طيب هاي حطيت الارك الاول، يعني خلينا نحط الارك الثاني، وبعد هيك بنضيف الريليشنز اللي ناقصه عشان يصير التانجنت على 2. طيب هاي كليك على هنا، وهاي كليك على محيط هاي الدائره، وهاي حطيت الارك الثاني. طيب بعد ما حطيت هذول الاثنين، خليني هلا اخليهم تانجنت. فعشان اسويهم تانجنت باجي بساوي كليك هنا وهاي كليك هنا، وبحكي انه بدي هنا تانجنت. طيب هاي صح. طيب نفس الاشي بدي اسويه تانجنت هنا، فهاي كليك هنا، كنترول كليك على الدائرة، وهاي برضه سويته تانجنت. طيب نفس الاشي هنا، هذا الارك، هاي كليك على الارك، كنترول كليك على الدائرة، وهاي تانجنت. ونفس الاشي كمان مرة، كليك على الدائرة، كليك على الارك، وهاي تانجنت. طيب هاي سوالي اياهم تانجنت، بس لساتهم بالازرق. شو ضال علي حد؟ ضال علي حد الراديوس تبعهم، والراديوس تبعهم معطى معانا. فبالنسبة للارك اللي فوق الراديوس تبعه هو 115، فهي كليك. لاحظ دائما للارك ديفولت بعطيني راديوس، بينما بالنسبة للدائرة بعطيني ديامتر. طيب هون 115. طيب فهي خلصت من الارك الاولاني، هاي كليك على الارك الثاني، والراديوس تبع هذا الارك اللي هو معطيني اياه 60، هاي 60 انتر. طيب هاي هيك خلصت من الدايمنشنز، وخلصت من السكتش تبعي زي ما احنا شايفين. وبطبيعة الحال بعد ما اخلص بطلع من سكتشر، وبعد هيك بساوي سيف للبارت تبعتي، وهيك بكون خلصت من هذا الجزء او من هذا السكتش.